بعد بقى ما سمعنا الحدوته الحلوه بتاعت ماما سماح، احنا لسه هنا محضرين لعبه حلوه جدا جدا جدا. جاهزين؟ جاهزين. لسه جاهزين ومتحمسين؟ متحمسين. طب بصوا بقى، دي لعبه اسمها المتاهه. احنا عاملين لكم طبعا بالميكانو الحلو ده زي متاهه كده، والمفروض ان كل فريق يبقى معاه كوبايه، ما حدش يحرك الكوبايه دي، وكل فريق معاه بالونه. انتوا الفريق الاحمر ماشي، ممكن تساعدوا بعض يعني، والفريق الاصفر المفروض ان انتوا تنفخوا البالونات دي، وبعدين البالونه بتطلع هواء، الهواء هيحرك الكوبايه، ولازم تعدي من المتاهه. هنشوف مين هيعدي اسرع من التاني وانهي فريق هيكسب. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. ريدي ستادي جو. يلا برافو، كوبايه وقعت، هنبتدي من الاول. يلا برافو، كانت هتقع عند عمر. برافو، ساعديه ساعديه. راحت هناك خالص. هنرجع بقى اهي، راحت هناك اصلا. ماشي برافو ياسين، برافو برافو كده، بيساعدوا بعض. برافو 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 كده، برافو كده، برافو كده. يس يلا يلا، خلي ياسين. لميتة عامله قلق، عمر برضو. برافو عمر، برافو يا لميتة، قوي قوي، تيم ورك خطير هنا. نايس، برافو يا كده. شكلهم شكل لميتة هتوصل الاول يا عمر. برافو يا كندا، شكل كندا هتوصل اسرع. برافو 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 ياسين، ياسين هيخش. اوه دخل في نفس الوقت. ماشي تعالوا كملوا كملوا، هنشوف لازم ترجعوه عند الناحيه الثانيه. هنشوف بقى تعملوا ازاي. كل واحد شايف كوبايته. دون تاتش. يلا يلا ياسين. تعالوا كده تعالوا كده، تعالوا من هنا، تعالوا من هنا ياسين. يا ياسين جت هنا تاني، تعالي هنا لميتة اهي، كوبايه اهي، كوبايه اهي، تعالي هنا هنا. يلا شوف انت بتحطها هنا ليه؟ احنا عايزين نحطها هنا. ايوه احنا عايزين نعديها. برافو ياسين شاطر. يوه انت عمال تطلعها يا عمر. يلا برافو كندا. عمر ركز ياسين، احنا عايزين نطلعها من هنا. عمر عايزين نطلعها من هنا كندا هنا. يلا برافو برافو لميتة، برافو، تيم ورك خطير. يلا برافو كندا، انا اللي هعمل. يلا اهو يا كندا كانت في مكانها. تعالي من هنا، تعالي من هنا. يلا ماشي لميتة، ارجعي مكانك. برافو لميتة، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالوا من هنا. برافو ياسين، برافو ياسين، برافو ياسين. كندا برضو برافو. كندا شكلها هتقرب. عمر روح لكندا. ياسين شكله برافو 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 برافو. الفريق الاحمر كسب طبعا المره دي، بس احنا لسه مكملين لعبه على الترابيزه. يلا بينا نلعب اللعبه الثانيه على طول. يعني اللعبة التانية بقى المفروض انها سهلة جدا، بس بتعتمد على المشاركة والسرعة. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ كل واحد هياخد كوبايات، الفريق الاحمر والفريق الاصفر، هتبنوا بيها هرم. وخليني اقول لكم ان القاعدة بتاعت الهرم مكونة من 5 كوبايات. المهم ان احنا هنشوف مين هيبني الهرم اسرع. بس لما تبنوا الهرم لازم تقولوا خلصنا. لما تخلصوا بنا الهرم هنشوف مين هيلم الهرم اسرع. فهمنا؟ اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ جاهزين. ماشي يلا بينا. ريدي؟ ستادي جو. يا سلام يا سلام. انا قلت لكم، انا قلت لكم القاعده الاولى. لا ده الله، برافو، هو من 5 كوبايات. برافو الفريق الاحمر، حلو قوي، حلو جدا. دان برافو الفريق الاصفر، قال دان ولم بسرعه الكوبايات، ولسه الفريق الاحمر ما بناش اصلا، وها قد فاز الفريق الاصفر اللي بعده. دلوقتي بقى جه ميعاد اللعبة التالتة، واللعبة التالتة محتاجة كبار شوية، فمعانا الأستاذة كندا ومعانا الأستاذ ياسين. بس عايزة أفكر وأقول لكل المشاهدين إن اللعبة اللي احنا بنلعبها دي كلها تقدروا تلعبوها في البيت وتعملوها في البيت، لأنها حاجات بسيطة جدا جدا. معانا إزازتين، والمفروض إن حضراتكم هتبقوا بتقلبوا الأزايز، لو وقفت، لو وقعت وقفة يعني، الكورة هتتحرك ناحية اللي وقفها، لو ما وقفتش أو فضلت تقع مش هتتحرك في مكانها وهتفضل في مكانها. لازم نشوف الكورة هتروح ناحية كندا ولا ناحية ياسين. جاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي جو. كندا اوكي، كندا تاني، كندا تاني يا ياسين، كندا تالت يا ياسين.
اوه ياسين جابها ماشي كندرا ماشي ياسين ياسين عمال يجيب اهو ياسين بنلحق عند اخر حته كندا احنا هنفضل هنا كتير ماشي اهو اهو ياسين جابها قبل كندا على طول كندا جابتها ياسين جابها تاني بيقولوا ياسين جابها تاني ماشي ابتدي ها ياسين اوكي كندا اي كندا فاضل واحدة يا كندا اهو ياسين كندا ياسين مفيش ولا أي حاجة بتيجي أنا 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 كندا لا 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 أهي ها أهي ياسين كندا ها كندا كسبت كندا كسبت